انطلاق في تسويق كميات معتبرة من الدجاج المجمد المدعم عبر جميع ولايات الوطن بعدد من القصابات ونقاط بيع التابعة للديوان الوطني لتربية الأنعام، وهي العملية التي يتم تأطيرها من طرف وزارة الفلاحة والتجارة وفق عقد يجمع المربين بالديوان الوطني لتربية الأنعام ومجمع الصناعات الغذائية أجروديف. دجاج مجمد محل مجمع أولاب كان بتنسيق مع مجمع أجرولوب، كانوا دايرين هذه المبادرة، كانوا يشروا على يديروا عقد ما بين المربي المحلي وما بينهم هما في عملية ضبط السوق المحلي. الدجاج المحلي المجمد يباع بسعر مدعم محدد ب 295 دينار للكيلوغرام الواحد، تم ضخه للسوق عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من أجل تعزيز تدعيم السوق المحلية باللحوم البيضاء. 25500 الانتاج المحلي تشوف مدعم ب 29500، معناتها في ذي الحالة لو كان المجمع يقوم بها الاعتبار ويعممها هذه الفكرة هذه ويشريع للمنتجين ويدير يجي هناك عقود، كان يعاود يجدد العقود مع المنتجين، فلازم تكون هناك دراسة في من ناحية الأسعار من ناحية التكلفة. هذا وتم تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الخاصة التابعة لوزارة التجارة للوقوف ميدانيا على الكميات المستعملة والأسعار المطبقة والوقوف على بيع الكميات الموجهة للمستهلك بالسعر القانوني لتفادي أي محاولة لتحويلها عن وجهتها.